فضيحة مسؤول بطالبان يمارس الجنس مع حارسه. وصل مقطع فيديو إلى شبكة أفغانستان الدولية، يظهر مسؤول بحركة طالبان يدعى الملا أحمد أخوند رئيس شركة بريشنا، شركة الكهرباء الوطنية في أفغانستان، في كابول، في مشهد مع شخص آخر وهما نائمان معاً. نشكركم على حسن المتابعة والاستماع. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.